بقى دلوقتي نقول مقادير طعمية العدس الأصفر. يلا بقى نقول مقادير العدس الأصفر أو الإيه الحلوة الطعمية دي نعملها من العدس. هنعملها إزاي؟ هنشوف المقادير الأول. بسم الله. عندي طبعا العدس الأصفر حوالي قد إيه؟ هقول لكم حالا. 3 كوبايات من العدس الأصفر. عندي حوالي 5 فصوص ثوم كبار. عندي بصلة كبيرة. عندي بقدونس مفروم. ممكن نحط كزبرة لو عايزين. وعندي 3 معالق كبار من الدقيق. وعندي 2 معالق كبار من الكمون. معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة أو معلقة كبيرة زي ما تحب. معلقة صغيرة بيكنج باودر. بيضة. ملح وفلفل. زيت للقلي وللوش هنحط سمسم. خلاص. أنا بقى عايزة أعمل إيه؟ أخد كده أول حاجة اللي هي العدس. العدس ده نقعته في مية وسبته ينفش شوية وغسلته كويس جدا وصفيته. خليت المية بتاعته تكاد تكون مية رايقة. رايقة يعني مية كأنها نازلة من الحنفية. هو بيبقى فيه شوية نسبة غبار كده فبتبقى ميته لونها جيري مبيضة شوية. هاخد بقى العدس ده وهحط فيه في الكبة هنا. بسم الله. بسم الله. احط كده كمية من العدس. طبعا هنجزأ الكمية زي ما انتم عايزين براحتكم. ناخد كده شوية لان عاملة طبعا شوية قبل فمجهزة عجينة قبل مسقعاها شوية اهو. وادي البصل. وطبعا نقدر نحط الخضرة اللي انتم عاوزين. عايزين تحطوا كل انواع الخضرات. عايزين تحطوا بصل اخضر. عايزين تحطوا كزبرة وشبت وبقدونس. بس افضل كزبرة وبقدونس. ما تكتروش من الشبت قوي. ممكن الشبت يبقى يعني لو هحط مثلا حزمة بقدونس وحزمة كزبرة نص حزمة شبت. عندي الثوم اهو. حاضر كده. وتعالوا بس ايه اقلب دي كده اهي في اخر واحدة عشان تسيح وتبقى تمام. هاخد بقى بعد ما حطيت الحاجات الحلوة البهارات بتاعتي اللي هي الكزبرة وادي الكمون. الحاجات بقى اللي بتنكه الطعمية بتاعتنا الطبيعية بتاعتنا جدا. عندي دقيق وهقول لكم 2 معالق الدقيق او البيكنج باودر طبعا عشان تدي نفشان تنفش معايا كده شوية. عايزة اقول لكم بقى فوائد العدس الاصفر دي رائعة. وادي 2 معالق الدقيق. طبعا بروتين وحديد ومغنيسيوم حاجات كتير جدا من الفوائد اللي احنا نقدر نستفيد منها وعارفينها كلنا وبنحبه ويمكن بنعمل منه وصفات معينة. خليني احط دي كروس كده. اوكي. عايز اقول لكم بقى ان العدس ده من الحاجات اللي فيها نسبة كالسيوم حلوة جدا عشان العظم والناس اللي بتشتكي من العظم ونقدر ندخله في وصفات كتير. حلو الكلام. ناخد بقى كده انضف بس الجزء اللي هنا وابدا ادور الكبه. انا حطيت الدقيق وحطيت كل التوابل. حطيت الخضره والبصل والثوم وقايل لي الملح والفلفل. هحط اهو من فوق. بسم الله. ملح وفلفل. ادي الملح وادي الفلفل. خلاص هنبدا بقى ندور كده. تقليبه بس بالمعلقه كده. انا حطيت البيضه. ريحه روعه والله تحفه. وبعدين تغيير ونقدر ندخل حاجات احنا مش بناكلها لا بشكل معين في حاجات تانية جديده نستفيد منها.
تعالوا بقى بسم الله نفتح كده ونطلع الحاجه بتاعتنا. هنا حطيت شويه من الزيت يسخن وشويه زيت مش عاليين قوي يعني كويسين اهم. عندي شويه ميه وعندي السمسم واقدر اشكلها زي ما انا عايزه. هفتح دي، بصوا الخليط، معلقتين الدقيق مع البيضه مع السوائل. اول حركت البيضه كانها سوائل، حركت الدنيا وفي نفس الوقت استفدت منها. بصوا بصوا العجينه ريحتها رائعه. انا هلبس جلافز تاني عشان اشكل. دي اللي احنا عاملينها اهي، دي ارتاحت شويه بصوا اهي. هنيجي بقى البس الجوانتي ونبدا لو هنشكل. نحط حته صغنونه اشوف الزيت اخباره ايه. تمام، نشكل بقى. عايزينها دواير، عايزينها صوابع، عايزين تحشوها، تحط لها شويه هريسه او فلفل اللي هو دبس الفلفله او الفلفل الحار ده، ماشي. انا هحط ايدي كده كده الناحيتين اهي، احط كده اهي اهي، رشه في الميه عشان السمسم يمسك في ايدي اهو، وبعدين احطه هنا واشتغل. بسم الله. ده ممكن يبقى فطار جميل جدا جدا او عشاء جميل جدا جدا. بصوا الجمال اهو، ايدي في الميه وبعدين في السمسم عشان تلزق. خلوا بالكم بس من الزيت، ما ترطشوش ميه كتير عشان ما يبقاش يلسع. واهي، وهعمل من اللي انا لسه عاملاه دي، ارتاحت شويه، وهعمل من الثانيه برضو الخليط اللي انا لسه عاملاه مع حضراتكم. دي اسرع طعميه في الوجود ومفيده جدا وقيمه غذائيه عاليه جدا. ايوه، خليني اخد من دي برضو حته اهي. بصوا اهي اهي، عشان بس ايه. بسم الله. وادي الطعميه بتاعتنا. عايزين تعملوها صوابع زي ما اتفقنا ونحشيها حاجه حاره، ماشي. عايزين تعملوها وتخلوها زي ما هي برضو، ماشي، تمشي معانا كل حاجه خلاص. فاحنا انا عايزاكم بس تعملوا سيرش على انواع الطعميه بس اللي احنا عملناها. الحمد لله في برنامجنا عملنا حاجات جديده جدا وحاجات كتيره جدا ما شاء الله يعني. بالذات في الطعميه، علشان عارفه ان ليها محبيها وعارفه ان احنا بنحبها، وباي طريقه هتتاكل طالما فيها الخضره بتاعتنا والحاجات الحلوه اللي احنا متعودين عليها هناكلها. وتغيير، وطبعا في ناس بيبقى عندها يعني مشاكل مع مثلا الفول، ممنوعه منه ما بتاكلوش. ممكن نعمل بالعدس، ممكن نعمل بالفول بالعدس الجبه، ممكن بالحمص، ممكن باي حاجه احنا عاوزينها. طيب هاجي بقى هنا، عايزه طبق تقديم السيكيميكي بتاعتي اهي. بصوا بقى، دشينا بصلايا دي فعلا. بص كده يا مطوع، فكرك بايه دي؟ بصلايا المدشوشه دي اهو، مع الطعميه بتاعتنا، مع الطعميه بتاعتنا الحلوه دي. امال ايه؟ طيب اخد الملقط بقى امسك بيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله اهو، طعميه تتحشي طبعا وتبقى روعه. تتحشي الحشو اللي حضراتكم بتحبوه، اللي هو فيه شطه، اللي انتم بتحبوه، مفيش اي مشكله. ده صوت جمال. ادي طعميه العدس الاصفر، ماشي الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده، طبعا صحة وهنا.